رحب فيكم وحلقة جديدة من برنامج مستر ماسلز. طبعا نكمل مشوارنا اليوم اكيد في تمرين جديد مع الكابتن فواز الحلاوة. خلصنا من البايسبس، لكن مشوارنا راح يستمر في عضلة جديدة مع الكابتن فواز. حلقة اليوم راح نتكلم فيها عن الترايسبس، تابعونا بعد الفاصل مستر ماسلز. مكملين معكم مشوارنا في برنامج مستر ماسلز وعايشين معكم أجواء التمرين الخاص بالعضلات. خلصنا الحلقة الماضية مع الثاني على العالم فواز حلاوة، الثاني على العالم ها؟ إن شاء الله يا رب الأول مستقبل. إن شاء الله يا رب. خلصنا معكم البايسبس، الحين بدش على التراي. التراي عضلة ثلاثية شغلها وايد، وفي ناس محظوظين يكون عندهم عودة، وفي ناس يعني يسوي المستحيل حتى تكبر ولكن جيناته ما تعرف تواجه صعوبة. ان شاء الله تكبر يا رب، يعني يجتهد الريال ويوصل حق اللي يبي. يعطيك العافيه. الله يعافيك، مساك الخير حبيبي. يعني وناسه من انا الحين مع الثاني على العالم حبيبي قاعد حرش فيك ان شاء الله. بس ترى على فكره ثاني على العالم مو كفايه، ان شاء الله طموح نطمح حق الاول. طموح شنو؟ الاول ان شاء الله، بس الاول يذهب ان شاء الله اولمبيا. خطوه خطوه ان شاء الله. وين تصير بامريكا؟ اي صوب فيغاس الستيج هناك ان شاء الله. احمد كناني، فواز حلاوه، الشباب كلهم هناك ان شاء الله. ونعم فيكم. الله يحفظك. يلا فواز الحين ايش راح نلعب؟ راح نلعب ترايسبس اربع جولات ب 12 طقه. انت بس سويت شيء ضاق خلقي، قول ليش؟ ليش يا خوفي؟ قاعد العب كل سنين بعد غلط. لا 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 ان شاء الله. لا ان شاء الله. حلو. نفس الطريقه، حبل هم بعد لقدام، بعد عكس الهامر كذي. أشوى الحمد لله. أشوى الحمد لله. يعني شيء صح. الحمد لله. خلينا نشوف نوري المشاهدين، نشوف الطريقة الصحيحة. يلا فواز. طبعا المسكة أنا من النص، بعد هي مسكة النص أساس بحيث إن أنت تقدر تفتح. نفس الشيء تكون من النص. إيه عشان ممتاز. تقدر تلف إيدك. حلو. خلينا نشوف. طبعا هذا التمرين يشغل عضلة التراي كلها. حلو. يكون كذي. واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تس، عشر، واحد، اثنين. بس اثنين بس. يعني انا مو غلط كنت اسويها. بقولك شلون انا العب. طبعا انا مو كذي نفسك، انا اريح نفسي شويه. لا غلط غلط ولا لا غلط؟ لا مو غلط يعني. لا. الطريقه هذه يعني كذي ولا كذي شيء. مشكله الحديد بالامتصاص، ساعات الواحد ما يمتص الحديد بشكل ممتاز. افضل طريقه للامتصاص هو تناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامين سي مع الوجبة اللي فيها الحديد. يعني أشرب عصير حمضي، برتقال، ليمون، كيوي، أناناس، رمان. الجوافة الوحدة فيها فيتامين سي أكثر من أربع برتقالات، تخيلوا. وأما الأمر الأخير اللي بختم فيه، إياك وشرب الشاي والقهوة وتناول الكاكاو مع الوجبة اللي فيها حديد. يعني انطر ساعتين بعد الغداء وكل كاكاو وشرب شاي وشرب قهوة، بس لا تأكلهم على طول بعد الوجبة، لأن هذول يحتوون على التنينز، التانك أسيد، اللي يمنعون امتصاص 80% من الحديد اللي موجود بالأكل. والله يعطيكم الصحة والعافية. بجرب أسلوبك، ستايلك بالتمرين. شي صح وقفة؟ نعم. لهني ولا؟ بس كافي للنص. يعني لهني بس. بس الفتحة تصير كذي. إيه. افتح عشان تقدر تشغل عضلة داخلية. شوف لما تفتح راح يشتغل هني. آه حلو. قاعد أحس العضلة قاعد تقطع بينكم. يعني انا كده العب صح. اي يعني مو غلط. هي الزاويه اذا انت تلعب كذي يشغل التراي كله، اذا تدخل ايدك لداخل يشغل اللي داخل. شلون يدخل؟ يعني اذا كذي بطل. اذا كذي كل تراي. اي حلو. واذا كذي عادي. اذا كذي نفس الشيء، بس انه لما تفتح للاخر شغل التراي كله، كل ما عضلات التراي كلها تشتغل قصدي. حلو. شنو الاغلاط اللي ممكن تصير في هذا التمرين؟ طبعا اللي اشوفهم مثلا يلعب مثلا الطريقه هذه. اي اللي هي للربع. يعني سياحه. لا اي اني تمرنت اليوم يحط الوزن كله والطقه تصير اقل حتى من الربع. بس كذي انت ما تسوي اخر تمرين، اخر شيء اخر جوله ابوك فيها شويه مبلى. فهي هو التمرين يكون لازم تصعد للنص وتفتح كامل. يعني النص قصدك لحد الصدر. أي. لحد شوي. الصدر المستوي. أي. وتنزل بالضبط تفتحها كامله. تفتح كامل. عشان كذي لازم الوزن يكون عالي. لا ولا طبعاً. نازل يكون الوزن اللي انت متناسب معه. يعني مثلا انت بالنسبه لك حاليا كون تصوير ماشي معاك ال 12 ونص. اي ابتدي ازيد اذا بالبعربه بالتمرين الصجي.
تلعب بالوزن هذا ولا اوزانك شيء ثاني؟ أبل طبعا يختلف، ابلش يمكن 17 17 انا 12 ونص تعبت يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الوضع الخامس عندنا اللي هو سحب البيطان الخلفي، نفس الوضع سحب البيطان الامامي لكن اللاعب يعرض ظهره. سحب البيطان الامامي يعني يشوفون عضله البيطان من الامام، سحب البيطان الخلفي يشوفون عضله الظهر. الرجلين يكونون ثابتين على خط واحد مستوي، واعرض فيه عضله البيطان، يعني كل هو يعني من اسم الوضع سحب بيطان خلفي باك لات سبريد. اللي انا ابي الحكم يبي يشوف عضلات الظهر كامله. اهتزاز لازم ما تهتز، تكون ثابت بالوضع، ما تتعصر وايد، وتكون مثل ما قلنا ما تكون لقدام وايد، ما تكون لورا وايد، ما تكون مبطل مثلا رجل يمين او يسار مؤخرة عن الثانيه، لا الرجلين على خط واحد وتكون بالشكل هذا، وشاد عضلات رجلك الخلفيه حتى وانت واقف تكون باستقامه رجلينك، لكن ضاغط على عضلات الفخذ الخلفيه شاد على اساس يبين جسمك كله. الراس ما يكون ورا، يعني ما يكون رجع راسك ورا، ما يكون بالشكل هذا، وما يكون الراس نازل وايد، لازم الراس يكون بالنص ومن غير التفات لا يمين لا يسار، على اساس يطلع ان يكون الراس بنص الجسم، وانت بالشكل هذا قاعد تكون باجمل مظهر، لان الراس اذا تغير اتجاه يمين يسار، يعني حتى بعض الحكام يقول لك انه اوت اوف سيمتري، يعني خارج الشكل المطلوب. زين، في تمرين ثاني للعبونه اللي هو كذي هذا، صح ولا غلط؟ إيه هذا نفسه نفس الفكره، يصير جهاز بس نفس التاثير على العضله، يعني نفس التاثير. اذا انا ما اخذ مثلا العب يوم كذي ممكن العب بالطريقه هذه، هذا يشغل الداخلي اكثر لانه مور الراس. انا على بالي ان نفس متشابهين. لا حلو، انت الحين ريحت ترى الجوله الثانيه بعد العب. إيه؟ يلا ازيد احط 17 ولا حط اللي تبيه. بصورنا عضنا 17 هذه 17 ونص، الحين بلش الجد. روح يا الوحش، هذه تصير اول جوله. ايه العضل قام يطقطق، قاعد اسمع مفاصل من التريق، يبي لك جلوتامين السوالف هذه. ما شاء الله عليك، روح يلا. حلو وحش ما شاء الله، عاش فواز حبيبي. عدل عدل، هذا الوحوش وهو وايد ما عدت صراحه. انا مستانس معك يا شجع، بس وقفنا يعني لاني بازرك لازم العب معاك الجوله هذه نختم الحلقه فيها. يلا واحد، انا كش احسن اللي بتحت كثر ما تقدر تفتح احسن. هذا حدي شي زين ولا بعد فيه؟ لا بس ستة سبعة تسعة عشرة واحد اثنين كف كذي. خلصنا الجولة هذه وخلصنا الحلقة، والحلقة الجاية ابي تمرين يكون نوعا ما تحس ان في اكثر اللاعبين يواجهون في مشاكل، وانا اتوقع انت فاهم قصدي شنو. صحيح، الحلقه الجايه مفاجاه حقي اللي حبت ماني تراي مع الثاني العالم فواز حلاوه.